بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الحياة الدنيا فانية منتهية، وإنما هي ظلال زائلة، وهي عرض سيال وبقاء الحال من المحال. لذلك فزمانها ومكانها وأشخاصها ومشاريعها كلها زائلة فانية. كنا في أيام قريبة ننتظر حلول شهر رمضان، فجاء شهر رمضان، ثم ها نحن على مشارف توديع رمضان، لم تبق منه إلا صبابة قليلة، وكثير من الذين كانوا يتمنون أن يدركوا رمضان ليروا الله من أنفسهم خيراً لم يأتي رمضان إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكثير من الذين أدركوه ماتوا في أثنائه، وبعض الذين أدركوه وكملوه لن يأتي رمضان القادم إلا وقد مضوا. فنحن نوقن بذلك ونعلمه، فلذلك لا بد أن ندرك أن الفرصة فيه فرصة قد لا تتكرر، وأنه مجال للتنافس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضوانه. والله شرع لنا التنافس فيما يقرب من رضوانه، ومن رحمته بهذه الأمة التي شرفها على سائر الأمم أنه جعل أعمالها مضاعفة، فأتاح لها فرصاً لم تتح لغيرها من الأمم، فقد شرفها ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو الشافع المشفع يوم القيامة، وشرفها بالتخفيف في التكاليف، فإنه كان يقول للرسل ما يقتضين في الحرج عنهم، وهذه الأمة أعلن ذلك لها جميعاً فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد قال ابن عباس إنما كانت هذه للمرسلين قبل هذه الأمة، فجعلها الله عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنفى الله الحرج عن المسلمين. جعل الله هذه الأمة مضاعفة الأجور، ومثال ذلك الصلاة التي تؤدونها، فهذه الصلوات الخمس الخفيفة السريعة التي هي عون للإنسان على أمور دينه وعون له على أمور دنياه، هي عون للإنسان على كل أموره، ولكن مع ذلك على خفتها هي تقوم مقام 50 صلاة. فرض الله ليلة المعراج 50 صلاة وأخرج عليها ثوابها، ثم لما سئل التخفيف خففها إلى أن وصلت إلى 5، وما أخرجه من الثواب لم ينقصه، فقال هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فهذه 5 في الأداء وهن 50 في الأجر والثقل في الميزان. جعل الله حسنات هذه الأمة مضاعفة إلى 10 أضعاف لكل فرد، وفوق ذلك إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء. هذه المضاعفة جعل الله لها مواسم للخير، وهي مثل رمضان، فأنتم تعلمون أنه في بداية تشريعه قال أياماً معدودات كما سمعتم في الآيات التي قرأ علينا فضيلة الأستاذ. فالله أراد أن يعيننا على الإقدام على الصيام، وأن يقوي عزائمنا، وأن يشدنا إليه، فقال أياماً معدودات، فهذا أقمن أن لا يشق عليكم. ثم شجعنا بأنه قد فرضه على من قبلنا، فليس تثقيلاً جديداً، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن في نهاية التشريع بعد الأداء بيّن لنا حجمه الطبيعي، فقال شهر رمضان، هو من قبل أيام معدودات، وهو الآن شهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا التضعيف ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا، فقال إنما مثلكم في من قبلكم كمثل رجل دعا عمالا فعملوا له
من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قيراط قيراط، فوفاهم الذي لهم. ثم دعا عمالاً فعملوا له من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فوفاهم الذي لهم. ثم دعا عمالاً فعملوا له من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. فقال اليهود والنصارى: عمل هؤلاء أقل مما عملنا، وأعطيتهم أكثر مما أعطيتنا. فقال: ذلك فضلي. قال: هل نقصتكم مما من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد خص هذه الأمة برمضان، وخصها بمضاعفة الأجور، وهذه المضاعفة تقتضي منها أن تري الله من أنفسها خيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم وما تأخر قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في مقابل هذه النعمة لا بد أن يستشعر الإنسان المسؤولية.